في هذه الحالة كيقول لك واش يمكن لك تجاوز هذه السيارة من اليمن. كما قلنا هذا التجاوز من اليمن كيكون إذا كانت هذه السيارة غادي تغير الاتجاه اليسر، وبالفعل هذه السيارة تغير الاتجاه اليسر، يعني ممكن أننا نتجاوزه من اليمن، يعني الجواب رقم واحد. فكما كتشاهدوا في هذه الحالة كيقول لي واش ممكن نتجاوز، فالمرأة ديالي عامرة، هذا الشخص باغي يقوم بالتجاوز، وكذلك كتقول لي واش نشد اليمن، يعني واش نتجاوز لا، فخاص ما خاصنيش نتجاوز ونشد اليمن، يعني الجواب رقم 2 هو 3. ففي هذه الحالة كما كتشاهدوا احنا في منعرج، وكذلك خطوط غادي تتصل، يعني غادي يرجع الخط متصل. واش نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ الجواب رقم 2 ننتظر باش نتجاوز، حيت عندي الخط متصل. كما كتشاهدوا في هذه الحالة كيطلب من تيقول لك واش نتجاوز ولا ما نتجاوزش. فكما كتشاهدوا عندي خط متصل، يعني ما خصنيش نتجاوز، يعني الجواب رقم 2. ففي هذه الحالة كيقول لي باش نتجاوز هذا الراجل نخلي مسافة ما كتقلش على 50 سنتيمتر، مترو، متر ونص، 2 متر. فكما كنشاهدو التقابل إلا كان عاطيني بالظهر، فداخل المدينة مترو، خارج المدينة متر ونص. في هذه الحالة أنا داخل المدينة يعني مترو، جواب رقم 2. ففي هذه الحالة كيقول لي واش من الواجب ننتظر قبل ما نتجاوز هذا السائق الدراجة النارية. فنعم خاصني ننتظر حتى تخوى الطريق قدامي عاد نقوم بالتجاوز، يعني الجواب رقم 1 و4. واش نشغل، يعني ما نشغلش مؤثر تغيير الاتجاه حيت ما غاديش نتجاوز اصلا. فهاد الحالة كيقول لي واش نتجاوز ولا ما نتجاوز. ف كما كتشاهدوا عندي الطريق غير كتدي ما كتجيبش والمراية خاوية، يعني نعم ممكن انني نتجاوز، الجواب رقم 1. باش نتجاوز واش يمكن لي نستعمل الممر اللي في الوسط؟ فكما كتشاهدوا عندي جوج الممرات، هذا ممر مسلك السير ومسلك التجاوز، واش يمكن لي نستعمل هذا المسلك ديال التجاوز؟ فنعم ممكن انني نستعمل هذا المسلك ديال التجاوز حيت هذه الاشاره غير مؤقته. قبل التجاوز يمكن لي ننبه هذا السائق سياره باستعمال اشاره ضوئيه. فاولا نشوف واش التجاوز مسموح، نعم لان خط متصل، يعني الطريق كتدي اقصى اليسار، خط متصل اقصى اليسار، يعني نعم ممكن انني ننبه باشاره ضوئيه باش نعلم هذا السائق انني غادي نتجاوز، الجواب رقم 1. الخط الموجود في الطريق من جهتي اليسار يمكن لي نتجاوزو، فهاد الخط هذا واش يمكن لي نتجاوزو حيت عندي متصل؟ لا ما يمكنليش نتجاوزو، يعني الجواب رقم 2. فهاد السؤال معروف ولا ما نشرحه. في هذه الحالة كيقول لي واش يمكن لي نتجاوز ولا ميمكن ليش نتجاوز. فكما كتشاهدوا الطريق قدامي خاوية، الخطوط متقطعة، المراية ديالي خاوية، نعم ممكن أنني نتجاوز، الجواب رقم 1. باش نتجاوز هذا الرجل نخلي مسافة أمان ما كتقلش على 50 سنتيمتر، مترو، متر ونص. فداخل المدينة كما قلنا التقابل إلا كان عاطيني بالظهر مترو داخل المدينة، وخارج المدينة متر ونص. ففي هذه الحالة داخل المدينة على الجواب رقم 2. الخط الموجود في الطريق من جهة اليسار يمكن لي نتجاوزو، هذا الخط هذا المتقطع ماشي الخط تجاوز، الخط هذا واش يمكن لي نتجاوزو؟ نعم لأنه متقطع، نعم ممكن أنني نتجاوزو، جواب رقم 1. نبه بإشارة ضوئية وننقص من السرعة، فنعم حيت خاصني نبه هذا باش يطفي ضواو ديال الطريق حيت كيعميوني، وكذلك نقص من السرعة، يعني الجواب رقم 1 و3. واش ممكن انني نتجاوز ولا ما نتجاوزش؟ فكما كتشاهدوا كاينه واحد السيارة جاية، يعني ما يمكنليش نتجاوز، خاصني حتى نتجاوز هاد السيارة، حتى تدوز هاد السيارة عاد نتجاوز انا، يعني الجواب رقم 2 ما نتجاوزش. فهاد الحالة كيقول لي واش ممكن انني نتجاوز صاحب هاد الدراجة؟ فاحنا في منعرج والطريق كتدي وكتجيب، يعني ما يمكنليش انني نتجاوز، الجواب رقم 2 لا.
واش ممكن انا نتزوج هاد الرجلين؟ فكما كتشاهدوا في هذه الحاله، المرايه من اللور عامره، يعني هاد السياره باغي يتجوز، يعني ما يمكنليش انا نتزوج. الجواب رقم 2، في هذه الحاله كيقول لي واش ممكن نتزوج سائق الدراجه. فنفس الشيء، اذا كانت شي سياره كتقوم بالتجاوز فما خصنيش انا نقوم بالتجاوز، خصني تقوم هي بالتجاوز عاد نقوم انا بالتجاوز. يعني الجواب رقم 2. في هذه الحالة كيقول لي واش ممكن انني نتجاوز هاد الحافلة. فكما كتشاهدوا فهاد الطريق كتدي ما كتجيبش، يعني نعم ممكن انني نتجاوز هاد الحافلة. جواب رقم 1. هاد الحالة كيقول لي واش نتجاوز بسرعة ولا انتظر باش نتجاوز. فكاينة السيارة قدامي، يعني ما يمكنليش نتجاوز، يعني الا تجاوز راه غادي نضرب في هاد السيارة. يعني الجواب رقم 2، انتظر باش نتجاوز. قبل ما نتجاوز ننبه السائق هاد الدراجة بالمنبه الصوتي ولا بإشارة ضوئية. فإلا نبهت بإشارة ضوئية ما غاديش يشوفني حيت النهار، إلا نبهت بالمنبه الصوتي نعم غادي يسمعني. يعني الجواب رقم 1، واش في هاد الحالة ممكن نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ فالمراية من اللور كاينة السيارة ذات أولوية اللي هي سيارة الإسعاف، يعني خاصني نخليها هي تتجاوز، نعطيها الأسبقية عاد نتجاوز أنا. يعني الجواب رقم 2، ننتظر باش نتجاوز. يمكن لي نتجاوز هذا الرجل؟ فلا ما يمكن ليش. فكما كتشاهدوا كاين هذا المسلك عامر، يعني لا تجاوز راه نقدر ندخل في الكاميون. يعني الجواب رقم 2، لا. هذه العلامة كتمنع التجاوز على جميع السيارات ذات جميع العربات ذات أربعة عجلات. يعني هذه العلامة واش كتمنع التجاوز على السيارات؟ نعم الجواب رقم 1. والعربات ذات الوزن الثقيل؟ نعم الجواب رقم 2. لكن الدراجات لا، فقط 1 و 2. نعلم بلي غنتجاوز باستعمال إشارة ضوئية بواسطة أضواء الطريق. نعم ممكن أنني ندير واحد الإشارة خفيفة بأضواء الطريق باش نعلم أن هاد أنني غادي نقوم بعملية التجاوز. يعني جواب رقم 1، نتجاوز صاحب الدراجة. فنعم ممكن حيت عندي خط متقطع في اليسار، وكذلك هاد الطريق غير كتدي ما كتجيبش، يعني ممكن أنني نخلي مترو ونتجاوزو. جواب رقم 1، نستعمل المنبه الصوتي قبل التجاوز. فنعم ممكن أنني نستعمل المنبه الصوتي باش نعلم هاد الناس أنني غادي نقوم بالتجاوز. يعني جواب رقم 1، واش في هذه الحالة ممكن نتجاوز ولا ما نتجاوزش؟ فهاد الطريق كتدي وكتجيب، وفي الطريق اللي كتدي وتجيب ممنوع أنني نتجاوز أكثر من عربة، وهنا كاينين 4 العربات. يعني لا، الجواب رقم 2، ما نتجاوزش. تشوير الطرق كيسمح بالتجاوز. فتشوير الطرق نعم كيسمح بالتجاوز حيت عندي خط متصل في اليسار. نعم جواب رقم 1، واش نتجاوز هاد السيارة؟ لا، حيت عندي راجل هنا داخل مسلك الراجلين، يعني ما يمكنليش نتجاوز. التشوير الطرق كيسمح ولكن ما يمكنليش. الجواب رقم 1 و 4، باش نتجاوز نستعمل ضوء تغيير الاتجاه الايسر. نعم وكذلك المنبه الصوتي حيت ممكن انني نتجاوز حيت هاد الطريق كتدي وما كتجيبش. يعني الجواب رقم 1 و 3، قبل ما نتجاوز ننبه السائق الشاحنة بالمنبه الصوتي. فنعم ممكن أنني ننبه سائق الشاحنة بالمنبه الصوتي عاد نقوم بعملية التجاوز. يعني الجواب رقم 1، نقوم بالحصر بقوة، نقص من السرعة، نستعمل المنبه الصوتي. ففي هذه الحالة نقص من السرعة فقط وما نستعملش المنبه الصوتي، وكذلك ما نقومش بالحصر بقوة فقط. الجواب رقم 2، واش ممكن نتجاوز ولا ما نتجاوزش؟ فخط متصل في اليسار، يعني ما يمكنليش انني نتجاوز. الجواب رقم 2، هذه بلا ما نفكر فيها يمكن لي نتجاوز. فنعم الطريق قدامي خاوية، عندي خط متصل، خط غير متصل متقطع، يعني امكانية التجاوز، يعني نعم ممكن انني نتجاوز. الجواب رقم 1، نتجاوز بسرعة ما نتجاوزش. فاحنا في منعرج وهاد الطريق كتدي وكتجيب، يعني ما عارفينش اشنو غادي يجي من هاد المنعرج. يعني واش نتجاوز بسرعة؟ لا ما نتجاوز. الجواب رقم 2، يمكن لي نزيد في السرعة ولا نشد اليمين. ف
فعندي سيارة غادي تقوم بعملية التجاوز، يعني ميمكنليش نزيد السرعة حيت غادي نعمر لها الطريق قدام، فمن الواجب عليا أنني نشد اليمين. الجواب رقم 2. فعندي فين تتكون عندي شي سيارة باغية تتجاوز في المرآة، خاصني نحتفظ بالسرعة ديالي ونشد اليمين، ما نقص السرعة ما نزيد السرعة. دائما هذه القاعدة خاصكم تحفظوها، إذا كان شي واحد باغي يقوم بالتجاوز كتحتفظ بالسرعة وكتشد اليمين. الجواب رقم 1 هو 4. نستعمل المنبه الصوتي ولا المنبه بإشارة ضوئية. ففي هذه الحالة المنبه الصوتي ما عنده حتى منفعة، يعني لا جواب رقم 2، وممكن أنني ننبه بإشارة ضوئية، يعني 2 و 3. جواب رقم 2 و 3. نحتفظ بالسرعة ديالي، نقص من السرعة نزيد في السرعة. فكما ذكرنا دائما إذا كان شي واحد باغي يقوم بعملية التجاوز فمن الواجب عليا أنني أحتفظ بالسرعة ديالي. جواب رقم 1. العلامات اللي مرسومة على الأرض كتسمح بالتجاوز، هذه العلامات فنعم هي كتسمح بالتجاوز. واش يمكن لي نتجاوز في هذه الحالة؟ نعم، حيث المرآة خاوية وكذلك الطريق غير كتدي ما كتجيبش. يعني الجواب رقم 1 و 3. يمكن لي نتجاوز هذه العربة؟ لا، حيث هذا الكاميو باغي يتجاوز من اللور، يعني خاصني نسمح له بالتجاوز عاد ندوز أنا. يعني الجواب رقم 2. نبه هاد الراجلين نتجاوز بسرعة، هاد الراجلين نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين. فميمكنليش ننبه هاد الراجل حيت هما أطفال، ميمكنش نستعمل الصوت الأطفال، نقدر نخلعهم ويدخلوا الطريق. نتجاوز بسرعة هاد الراجلين؟ لا، حيت الفراج خاصني نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين. جواب رقم 3. واش في هاد الحالة يمكن نتجاوز ولا ما نتجاوز؟ لا، لأن الرؤية غير واضحة، يعني ميمكنليش أنني نتجاوز، ما عارفش واش جاي شي طوموبيلة. يعني جواب رقم 2. يمكن لي نعلم بلي نقوم بالتجاوز باستعمال إشارة ضوئية؟ نعم، ممكن أنني ندير إشارة ضوئية ونعلم بأنني غادي نتجاوز. يعني جواب رقم 1. فهاد المنعرج يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنة؟ نعم، علاش؟ حيت عندي خط متصل أقصى اليسار، يعني هاد الطريق غير كتدي ما كتجيبش، يعني ما غادي يجي حتى شي واحد، يعني ممكن أن نتجاوز هاد الشاحنة. جواب رقم 1. نعم. قبل التجاوز ننبه باستعمال إشارة ضوئية باستعمال المنبه الصوتي. فنعم، حيت هاد الطريق هادي غير كتدي اتجاه واحد ما كتجيبش، يعني ممكن ندير إشارة ضوئية وكذلك ممكن أنني نستعمل المنبه الصوتي. الجواب رقم 1 و 3. فهاد الحالة كيقولي واش ممكن نتجاوز ولا نشد اليمين ولا نقص من السرعة؟ فهاد الحالة نتجاوز لا. الجواب رقم 2. ونشد اليمين؟ نعم، حيت هاد السيارة باغي تقوم بعملية التجاوز وما نقصش بالسرعة، خاصني نحتفظ بنفس السرعة. الجواب رقم 2 هو 3. نزيد في السرعة وجات السيارة لا، حيت عندي مرآة عامرة غادي تقوم ب كاينة واحد السيارة غادي تقوم بالتجاوز، نقص من السرعة؟ لا، حيت إلا نقص من السرعة نقدر ندخل في هاد السيارة اللي مورايا، خاصني ديما نحتفظ بالسرعة كما ذكرنا سابقا. يعني جواب رقم 2 و 3 و 4. نتجاوز هاد الشاحنة؟ فنعم، ممكن أنني نتجاوز هاد الشاحنة حيت عندي هاد الطريق ذات اتجاه واحد وكذلك المراية خاوية، حتى واحد ما باغي يتجاوز. يعني جواب رقم 2، لا رقم 1، أعتذر.